السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما ان احنا عملنا مقدمة موجودة على اليوتيوب شانل بتاعتنا للاي تي ومقدمة للTCP/IP ومقدمة للكلاود ومقدمة للنتوركينج، يبقى دلوقتي لازم نعمل مقدمة للديف اوبس. طبعا هتقولوا لي ان في ناس كتير جدا اتكلمت عليها، انت يعني جاي دلوقتي بعد السنين دي كلها اتكلم على الديف اوبس. خلينا يا جماعة نوضح الصورة عشان يبقى المصادر كلها دلوقتي، مقدمات المواضيع كلها موجودة، وكمان عشان في ناس كتير جدا ومنهم ناس بعتوا لنا على اليوتيوب شانل بيقولوا ان ما ينفعش تشتغل ديف اوبس الا لو كنت واكل النتورك واللينكس. يعني في حد قال لي كده، ما اعرفش يعني ايه واكل. المهم الكلام ده غلط، والكلام ده ملوش اي مصدر وملوش اي مصداقيه. يعني الحته بتاعه انك انت نتورك انجينير ده كوم، الحته بتاعه انك انت لينكس ادمنستريتور ده كوم، الحته بتاعه انك انت ديف اوبس او كلاود دي حاجه تانية. هل لو عندك خلفيه في النتورك وخلفيه في اللينكس هتفيد؟ طبعا ما ينفعش ان احنا نخش في الديف اوبس من غير ما يكون عندي خلفيه في اللينكس. بس هل لازم بقى اكون انا اشتغلت 4-5 سنين عمال اعمل فورماتنج لديسكات وماونتنج لديسكات وسبورت السيستمز عشان اعرف اشتغل في الديف اوبس؟ لا. هل لازم اكون انا بقى سي سي اي في النتورك واكسبرت بقى لي 20 سنه عشان اشتغل في الكلاود ولا اشتغل في الديف اوبس؟ للاسف الكلام ده غلط، ما اعرفش الناس بتجيبه منين. وللتوضيح، النتورك يا جماعه هتساعدكم وهتساعدكم كتير، الحته بتاعه اللينكس هتساعدكم كتير، ولكن مش مطلوب ان كنت تكونوا خبره. يعني انا لو خدت دلوقتي قعدت 6 أسابيع 7 أسابيع ذاكرت RHCSA مثلا او الكورس المرادف ليها في اللينكس فاونديشن، بقيت عارف يعني ايه لينكس، بعرف الاوبريتنج سيستم، بعرف اتعامل معاه، بعرف اماونت ديسك، اشيل ديسك، بعرف اترابل شوت، بعرف اعمل بيرميشنز على فايلز دايركتوريز وكاري يوزرز واشيلهم واعمل SSH، يعني الحاجات اللي موجوده عندنا في الكورس الفاندامنتلز اللي هو 10 ساعات او 8 ساعات تقريبا، دول اكتر من كافي عشان تبقى وحش وتخش في الديف اوبس. والكلام ده كله محدش بيقول انك انت لازم تبقى لينكس ادمنستريتور عشان تخش في الديف اوبس، ومحدش بيقول انك انت لازم تكون نتورك انجينير عشان تخش في الديف اوبس. في ناس من ديفلوبمنت باك جراوند بروجرامرز وشغالين في الديف اوبس، في ناس ما اشتغلتش في لينكس خالص، خدوا المقدمه واشتغلوا ودلوقتي زي الفل معنا في البروجرام. فلو سمحت يا جماعه نتحرى الدقه في الكلام اللي احنا بنقوله، ما نسمعش اي كلمه بدون مصدر ونكررها وخلاص. تمام، مقدمه طويله، ولكن خلونا نعرف ايه هو الديف اوبس من منظور مبسط جدا عشان تبقوا عارفين ليه احنا بنقول انه المجال بتاع الديف اوبس ده مجال مستقل بذاته بيحتاج بعض البري ريكويزيتس، لكن مش لازم اكون بروجرامر عشان اشتغل ديف اوبس، مش لازم اكون نتورك انجينير مسبقا عشان اشتغل في الديف اوبس، ومش لازم اكون لينكس ادمنستريتور بقالي 10 سنين عشان اشتغل في الديف اوبس. تمام، خلونا نعرف ايه هو الديف اوبس. طبعا لو مش مشتركين قبل ما نعرف لازم تشتركوا دلوقتي وتفعلوا الجرس، ادونا لايك عشان ننشر الفيديو وتساعدونا نوصل للناس كلها. شكرا، يلا بينا. مقدمة الديف اوبس، عشان نفهم الديف اوبس عايزين نفهم يعني ايه SDLC، يعني ايه Software Development Lifecycle. السوفتوير ديفلوبمنت لايف سايكل من اول ما كانت فكره احنا عاوزين نعمل ايه، احنا عاوزين نعمل تطبيق. التطبيق دوت خلينا نقول مثلا انه في الشركه كلها هياخد صور الناس بدل ما يعملوا البصمه او الكلام ده كله على البوابات، هيشتغل مثلا من 8 ل 9، احنا الناس ما عاد شغل 8:30، من 8 ل 9 هيبدا ياخد صور الناس وهم داخلين والتايم ستامب هم دخلوا امتى، وهيريبورت الكلام دوت هيتخزن في داتابيز، فبالتالي في اخر الشهر نقدر نحدد مين اللي جه في ميعاده ومين اللي كان بيتاخر، مين اللي طلع بدري مين اللي رجع بدري والكلام ده. نحط كاميرات في المدخل في وش الناس وهي داخله وفي المخرج وهم خارجين. تمام، فالاس دي ال سي من اول ما بدات احنا ده التطبيق اللي عاوزين نعمله، يبقى لازم هنجيب الديفلوبرز او هو السوفت وير اركيتكتس عشان يبداوا يعملوا الاركيتكتشر، نجيب الديفلوبرز ونحدد احنا هنشتغل باني فريم ورك باني لانجوج او لانجوجز، نبدا نحدد التيمز، هيبداوا يعملوا الكودينج. بعد ما يعملوا الكودينج المفروض ان احنا نجيب الكود المختلف نعمل له انتجريشن مع بعضه عشان يبقى ده الدرافت، ونبدا نعمل تيستينج ونشوف التيستينج هيطلع لي ان في مشاكل في باجز في كونفليكت في الكلام ده كله، وبعدين نصلح، وبعدين لغايه لما تبقى جاهز ان احنا ننفذ السوفت وير كتطبيق ونشغله على سيرفرز وفيرتشوال ماشينز، نعمل له تيستينج وبعدين يبقى ريدي، فنعمل له جي اي او ديبلويمنت عشان يبقى موجود، ونعمل له اوبريشن وناخد شكاوى الناس ونعمل لايف سايكل دي كلها.
فمن اول الفكره لغايه لما يبقى جاهز الاوبريشن والفيدباك لوب اللي بيحصل ده بنسميه سوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، الحياه الكامله بتاعه ان احنا نعمل تطوير لبرامج او برنامج او تطبيق معين. الاس دي ال سي او السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل هي عباره عن فريم ورك بيعرف لي مجموعه الخطوات او السيكونس بتاع الخطوات عشان نوصل ان احنا نقدر نعمل ابلكيشن، وبعد لما نوصل للديبلويمنت وتنفذت نعمل الاوبريشن وناخد الفيدباك زي ما قلنا او فيتشر جديده، وبعدين نبدا نعملها بلاننج ونتكرر الكلام دوت كله. تمام، فكده احنا قدرنا نقول على كل جزئيه منها ونديها اسم، يعني عندي البلاننج، عندي البروجرامنج او الكودينج، بعدين البيلدينج والتستنج ريليزنج بعد ما نكون خلصنا. طبعا في فيدباك من هنا طبعا، يعني التستنج المفروض برضو يرجع للجماعه بتوع الكودينج، ويبقى في هنا سايكل لغايه لما نتاكد ان كل حاجه تمام، ريليز ديبلويمنت اوبريشن وفيدباك تاني. تمام، ايه الفوائد ان انا بستخدم ستاندرد براكتسز في الحته بتاعت الاس دي ال سي؟ والله انا عندي ان انا اتاكد البروسيس ديت افيشنت ولا لا، ولو فيها مشاكل نتعلم منها ونحسنها. وبعدين ان انا عندي لو قلت ان في خطوات محدده يبقى انا اقدر اشوف الاكيوريسي، ولو في مشاكل او في 100% يعني سكسس في كل واحده من البروسيسز اللي مستخدمه في كل خطوه من الخطوات دولت. وبالتالي طبعا لو قدرت انظم المنظومه ديت كويس جدا يبقى دي المفروض ان هي تنتج لي، يعني تطلع لي سوفت ويرز بمشاكل اقل، بمشاكل من العملاء اقل، ده يشجعني ان انا اعمل ريليزز اكتر. وكل ده بنعمله ليه؟ ده كله بنحملين نفسنا عشان احنا في الاخر لو اليوزر مش مبسوط من الابلكيشن، عادة الابلكيشن دي بعد فترة هتموت لو ما تحسنتش، لان الناس هيكونوا اي حد فينا مش مستعد انه يمسك تطبيق ويقعد يشتغل بيه، يكون معقد او يكون فيه مشاكل كتير او بيعمل كراش كتير او الكلام ده كله، هتلاقينا بعد فترة بنشوف المنافس ليه وبنسيب التطبيق ده. قلنا الستيجز اللي موجودة، رايتنج الكود سيجمنتس، بيلدينج الكود في الابلكيشنز، التستنج بتاعه والفيدباك والريليزنج والديبلويمنت. وزي ما قلنا انه لو قدرنا ان احنا نستخدم تولز بدل ما يكون اللي بيحصل هنا كله يدوي، لو قدرنا نحط تولز عشان نعمل اوتوميشن ده معناه ان التدخل اليدوي هيقل، احتماليه الاخطاء هتقل، الكواليتي هتزيد، البجز هتقل، وبالتالي هنوصل ل برودكت افضل بكتير. طب كان بيحصل الكلام ده ازاي؟ ودلوقتي بيحصل ازاي في جزئيه الديف اوبس؟ في الاول احنا كان عندنا الجماعه بتوع الكود يعملوا هاند اوفر او هاند اوف للناس بتوع التستنج. ناس بتوع التستنج يعملوا التست بتاعتهم، ممكن يدوا فيدباك وبعدين يقولوا طب خلاص، يعملوا هاند اوف برضو للناس ان دول يا جماعه انتوا بتوع الريليز، وبعد كده الديبلويمنت، وبعد كده الاوبريشن. تمام؟ فحته ان هم بيشتغلوا ان هم تيمز منفصله، والانتجريشنز طبعا كان بيشتغل الكودرز فترات طويله، لما يجوا يعملوا البيلد عشان انتجريشن ويعملوا تيستنج تظهر بلاوي الدنيا والاخره. وبسبب ان هم سيجريجيت تيمز ما بيشتغلوش مع بعض هاند ان هاند في البروسيس كلها، كان طبعا بيحصل لي مشاكل كتير وعبال ما تتحل، فبالتالي كان بيؤدي الى سلو ريليز بروسيس وكواليتي اقل في السوفت وير. الطريقه الجديده المقترحه او اللي بتستخدمها في الديف اوبس دلوقتي ان بيقولوا لا، احنا لازم يبقى في كولابوريشن بين التيمز. تمام؟ ولازم يكون في كونتينوس انتجريشن، يعني ما نقعدش نستنى التيمز المختلفه يشتغلوا على الكود 6 شهور او سنه وبعدين نقول يلا يا جماعه نعمل انتجريشن ونشوف ايه اللي بيحصل. انا عشت يعني في الكارير بتاعي مراحل في الاي تي ان كانت تكون اسوء فتره، وكل الفتره اللي بتطول السوفت وير بروجكت والابلكيشن ديفلوبمنت فترات طويله جدا، يعني ممكن يكون مشروع سنتين بسبب الانتجريشن بروبلمز، ان كانوا بيعملوا انتجريشن في النهايه بس كان ممكن يمتد المشروع ل3 سنوات ونص. فقال لا، احنا نعمل كونتينوس انتجريشن، على طول نعمل انتجريشن كل يوم اكثر من مره في اليوم، كل يومين ثلاثه، كل يتفقوا على فريكونسي عاليه جدا للانتجريشن. ليه؟ احنا اشتغلنا مثلا النهارده هنعمل انتجريشن بكره، يبقى الشغل اللي حصل حتى لو اكتشفنا ان هو كان غلط يبقى هو شغل يوم واحد مش هيأخر المشروع. لكن لو اشتغلنا 6 شهور وعملنا انتجريشن واكتشفنا ان في حاجات عايزه تترمي اشتغلنا عليها شهرين ثلاثه، دي مشكله، وهيبقى كل التيم بيتخانق، لا وانا مش حارمي، لا انت مشكله من عندك، المشكله من عندي، ما بيخلصوش.
فلو وصلنا ان احنا نعمل مور فريكوينت انتجريشنز هتبقى ليس كومبلكس، هتبقى الايرورز اللي موجوده هتبقى الديتكشن بتاعها ايرلي، وبالتالي هيبقى المشاكل بتكتشف بدري تتحل بسرعه، يبقى انا عندي ريليزز افضل وعندي ريليزز اسرع كمان. من ناحيه الميثودولوجيز اللي بتستخدم، كان في حاجه اسمها ووتر فول. الووتر فول دي كانت الفكره كلها بالظبط ان احنا بنعمل الديزاين، يمكن دي بتوضحها اكتر، بنعمل البلاننج والديزاين، وبعدين ناخد فتره طويله جدا نعمل الكودينج، وبعدين نقول يلا نعمل انتجريشن، نعمل التستنج بتاعنا وبتاع الديبلويمنت. في الووتر فول ما بيبقاش فيه فريكوينت ريكويرمنتس جاذرنج، يعني حد قال احنا خلاص جمعنا كل الريكويرمنتس، يا جماعه كل الريكويرمنتس خلصت خلاص، طب يلا بقى عشان نبدا نعمل الكودينج لمده 6 شهور ونشتغل في الكودينج بتاعنا. طب يا عم في الست شهور ظهرت ان في ريكويرمنتس جديده، الكلام ده كله لا 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 لا، خلينا بس نخلص ده وبعدين نبقى نبص عليها ك فيتشر جديده او كبروجكت جديد او الكلام ده. في الاجايل، يعني اللي هو كان اساسا حته بروجكت مانجمنت، او هو برنسبلز في البروجكت مانجمنت اكتر، قالوا ما نعملش الكلام ده، احنا المفروض يكون الموضوع سايكليك. يعني عملنا ديزاين، اشتغلنا شويه في الكودينج، وبعدين عملنا التستنج. قد يكون ان هنا حد حصل انه قال لك لا طب انا محتاج ان انا ازود فيتشر، اغير فيتشر، اعمل الكلام ده كله، ما فيش مشكله، هناخد المشاكل اللي ظهرت من هنا مع الحاجات الجديده، نعمل كودينج تاني ونعمل تيستينج. يعني الفتره بتاعت الكودينج اقل، الفتره بتاعت التيستينج اقل، ولكن فريكوينت اكتر في الاجايل. الناس اللي شغاله في الاجايل بروجكت مانجمنت هيكونوا عارفين ان احنا عندنا كل يوم في حاجه اسمها ستاند اب ميتنج، في حاجه اسمها الريتروسبكتيف لما نخلص كل حاجه المفروض ان احنا نرجع تاني نشوف تعلمنا منها ايه moving forward. كل يوم الصبح لازم كل حد يدي update عن اللي حصل امبارح واللي هيعمله النهارده واللي هيعمله في بقيه الاسبوع. فحته ان يبقى فيه على طول feedback وupdate، feedback وupdate، feedback وupdates، ونلتقي في مرحله المشروع عدد مرات اكبر بكتير، وبالتالي نقدر نعمل response اسرع لاي مشاكل او معوقات او حد محتاج مساعده في حاجه معينه والكلام ده. تمام؟ فالاجايل زي ما قلنا هو iterative way او methodology، معناها ان مخلينا نمشي في cyclic collaborative process، يبقى على طول في feedback، على طول في updates. لكن الwaterfall كان لا، خلصت روح على اللي بعدها زي الشلال، الميه بتيجي من فوق، مش هتلاقوا في شلال الميه بتطلع من تحت لفوق، ما فيش حته الفيدباك والكلام ده كله ضعيفه جدا فيها في الwaterfall. طيب لما عملنا الكلام ده وقلنا ان احنا شغالين بالاجايل مش بالووتر فول، طب احنا ليه محتاجين ديف اوبس؟ يعني احنا مطبقين الاجايل ك بروجكت مانجمنت ميثودولوجي، ليه احنا محتاجين الديف اوبس؟ هي الحته بتاعت يعني الاجايل انهيرتد جوه الديف اوبس، بس حته ان انا ابدا استخدم تولز واوتوميشن اكتر، بحيث ان انا يبقى عندي فاستر ريليزز، اوتوماتيك ديبلويمنت لو انا اخترت، ويبقى عندي الحته بتاعت الفريكونسي كمان اسرع بكتير بسبب الاوتوميشن اللي بيحصل. يعني ممكن يكون once ان الكود committed، الكوميتمنت حصلت للكود من تيم من الديفلوبرز او حد من الديفلوبرز، ممكن ده في ساعتها يتريجر the whole pipeline بتاع البيلد وبتاع التست وبتاع الفيدباك للكوميتمنت اللي حصلت من واحد من الديفلوبرز اللي موجودين، طبعا لو كان ده accepted. يعني فهي frequency اعلى بكتير في الجزئيه بتاعت الديف اوبس واوتوميشن، وبالتالي هي يعني هي agile، ولكن الاوتوميشن بتاعها بيسمح ب less manual more automated tasks، فيبقى الفريكونسي او اللي هو الكولابوريتيف iterative process تكون اسرع بكتير، فيديني ريليزز اكتر ويديني انتجريشنز اكتر والكلام ده كله، حتى ممكن تكون اكتر من مره في اليوم. طبعا الناس لما بتعرف الديف اوبس، في كتير من الناس هيقول لك لا دي كلتشر، ما فيش حاجه اسمها ديف اوبس، يعني دي هي عباره عن مايند سيت شيفت، عباره عن ادوبشن، عباره عن طريقه التيم بيشتغل بيها مختلفه، which is okay. ولكن كمان الديف اوبس هي السكيلز اللي موجوده والتولز اللي موجوده اللي الناس بيقدروا يشتغلوا بيها، بحيث انه النتيجه في الاخر هي ايه؟ ريليز اسرع، فيتشر ريليز طبعا اسرع، باجز اقل، اكيورسي وكواليتي اعلى، وبيتر يوزر اكسبيرينس، وممكن يبقى عندي اكتر من ريليز في اليوم، ممكن يكون عندي اكتر من فيتشر في اليوم. تمام؟ يبقى اتس ان ايفولفينج فيلوسفي. طبعا الستاندرزيشن فيها لسه ضعيف. تمام؟ انا كلتشر ادوبشن وير ذا تيم، كل التيم بقى ديفلوبرز، الكواليتي اشورنس تيم، الاوبريشنز تيم، كلهم مع بعض هم هيكونوا مسؤولين على السوفت وير لايف سايكل ريسبونسبيلتي مع بعض.
as a one cohesive integrated team. ايه الهدف من الكلام ده كله؟ better software development, better release delivery process, and quick وefficient software quality. ده اللي موجود. ده اللي احنا عايزينه، تمام؟ فيبقى عباره عن full life cycle investment. ما اقدرش اقول بس الديفلوبرز، ما اقدرش اقول بس الديف اوبس انجينيرز، ما اقدرش اقول بس السوفت وير تيسترز هم اللي هيشيلوا الكلام ده. It's an integrated full team responsibility. وهيديني البيتر سوفت وير ديفلوبمنت والديليفري براكتسز. الستاندرزيشن لسه فيها ايفولفنج، وال اكسلريتس اللاست مايل اوف كونتينوس ديليفري، الحته بتاعت البيلد والتيست اللي بيحصل. طيب زي ما قلنا الديف اوبس فيرسس ايجايل، لو احنا بنبص بقى على الووتر فول مع الايجايل مع الديف اوبس، هتلاقي اللي بيحصل هنا ايه؟ ان انا عندي ديبلويمنتس اكتر، يبقى انا عندي فيتشر ريليزز اكتر، بينما هنا كان في الايتريتيف بروسيس، كودينج تيستينج فيدباك، كودينج تيستينج فيدباك، كودينج تيستينج فيدباك، لما اوصل لديبلويمنت للكلام ده. هنا لا، هنا بيقول لي انك انت هتشتغل كودينج وتيستينج كل حاجه تمام، انت عندك في فيتشر موجوده اهي محتاج تديبلوي على طول ولا هتستنى؟ يعني انا هاف ذا اوبشن ان انا اعمل ايميديت ديبلويمنت من غير ما حد يتدخل، او ان انا اعملها بس ان هي هتبقى كونتينوس ديليفري مش ديبلويمنت. يبقى لازم حد has to authorize الريليز الديبلويمنت بتاع الريليز الجديده او الفيرجن الجديده دي، تمام؟ يبقى انا عندي more frequent coding testing and deployment cycles، اقصر بكتير في الوقت، وبالتالي يبقى features اكتر بتحصل. ليه؟ بسبب الاوتوميشن اللي احنا استخدمناها، بسبب البايبلاينز اللي احنا استخدمها، بسبب ان هي البايبلاين the whole process can be integrated can be triggered once the code is committed في الريبوزيتوري اللي موجود. يبقى الاجايل هي الفلسفه او البرنسبل ان انا ازاي اديفلوب وديليفر سوفت وير، تمام؟ ودي ممكن تكون مطبقه عند ناس ما عندهاش ديف اوبس، ونقدر نقول ان هم اجايل اف دي ال سي اللي عندهم يعني، تمام؟ بعد كده هيبقى عندي الحته بتاعت الديف اوبس، ده بقى بيعرف لي ازاي ان انا اقدر اعمل الكونتينوس كود ديبلويمنت باستخدام تولز واوتوميتد بروسيسز. يبقى فرق الديف اوبس او ازاي قدر الديف اوبس يحدد الكلام دوت او يحقق الكلام ده، لان الايجايل انا ممكن اكون بعمل الكلام دوت بدون تولز. يعني انا بعمل الكودينج تيمز بيشتغلوا يعملوا انتجريشن مع الناس بتوع التستنج والكلام ده كله، ياخدوا الفيدباك يحسنوا، بس احنا شغالين ان في بشر في كل خطوه من البروسيس. بينما هنا انا ممكن اكون عملت التولز وعملت السيت اب كل حاجه تمام، بيبقى الموضوع كله اوتوميتد، وقت اقل، less human interaction، الفيدباك والايرورز والكلام ده كله احنا بنقدر نعملها ديتكشن. طالما الكلام ده هيتسرع والايرورز فيه هتبقى اقل، معناه ان احنا نقدر نكون مطمنين ان نعمل ديبلويمنتس اكتر وفيتشر ريليز اكتر، تمام؟ يبقى بالتالي هنقدر نوصل مور ريليزز ريدي تو بي ديبلويد باستخدام الديف اوبس عن لو كنا بنستخدم اجايل فقط. طيب ده كان مقدمه للاس دي ال سي، وكنا بنعمل السوفت وير ازاي بالديسكريت تيمز. قلنا لا، احنا محتاجين ان يبقى الموضوع كله كوهيزيف تيم بيعمل كولابوريشن مع بعضه. وقلنا يا سلام لو رحنا للايجايل، بس بعد الايجايل كمان قلنا يا سلام لو كان الموضوع اوتوميتد بحيث ان احنا نقدر نقلل الايرورز والكلام ده كله. تعالوا نشوف الانترودكشن للسي اي سي دي كونسبت. السي اي هي اختصار لايه؟ زي ما قلنا دي كونتينوس انتجريشن، ودي بتبقى كونتينوس ديليفري او ديبلويمنت. يعني سي اي سي دي دي معناها، بس هو الفكره كلها فين؟ من عند البروجرامرز لغايه لما تبقى الحاجه جاهزه تو بي ديبلويد او ديبلويد اوريدي. المسار ده او الرود ماب دوت او البايب لاين دوت هو ده السي اي سي دي. وزي ما قلنا عشان احنا بنتكلم على ديف اوبس، يبقى لازم يكون في اوتوميشن، ماكسيمم بوسيبل اوتوميشن في كل خطوه من الخطوات. في السي اي سي دي احنا عندنا حاجه اسمها سي اي اللي هي الكونتينوس انتجريشن. كونتينوس معناها ايه؟ معناها باستمرار. فاكرين لما احنا عملنا كود تيست ديبلوي، كود تيست ديبلوي، كود تيست ديبلوي، ده كونتينوس انتجريشن. وعندي كونتينوس ديليفري او ديبلويمنت، ده ريليز بدون يحتاج ابروفال فور ديبلويمنت، ده ريليز وديبلويمنت اوتوماتيك بدون ما يحتاج يوقف عشان ابروف. كل دي عباره عن ديف اوبس سوفت وير ديفلوبمنت براكتسز. الهدف من كل الديف اوبس ومن الحاجات دي كمان ان احنا نزود الاوتوميشن، نقلل الخطا، نقلل الهيومن انترفنشن، يبقى نسرع الريليز بروسيس، الديبلويمنت بروسيس، ونقلل الايرور، وبالتالي نحسن الكواليتي. لو خدنا السي اي لوحدها هي عباره عن
ديفلوبمنت براكتس. تحتاج منها ايه؟ احتاج ان كل ما يحصل كوميت للكود، يعني حد من الديفلوبرز او تيم من الديفلوبرز يقول يا جماعه احنا خلصنا الحته بتاعتنا، يلا بوش بليز ابروف، عملوا ابروف، يبقى لازم نبدا نعمل تيستنج. كل ما يحصل كوميت يحصل تيست، كل ما يحصل بيلد وتيست، يبقى ده هو الكونتينوس انتجريشن. ما نقعدش نستنى لا شهر ولا شهرين ولا 3، ممكن نعمله اكتر من مره في اليوم لو عندي اكتر من ديفلوبر عملوا كوميت للكود بتاعهم في نفس اليوم. تمام؟ يبقى الديفلوبرز بتوعنا بيشتغلوا على شيرد ريبوزيتوري، ممكن يكون جيت هاب او ما شابه، وبعد الكلام دوت هيكون الاوتوميتد بيلد والتست اللي كانت مبنيه بالديف اوبس انجينيرز هتبقى اوتوماتيكلي كلها لينكد مع بعضها وكونتينوسلي بترن لما يحصل الكلام ده. يبقى عندي الديفلوبر او الديفلوبرز they commit الكود changes. if it gets approved هتخش على الريبو اللي هو الريبوزيتوري اللي هو جيت هاب، ودوت هيتريجر ايه السي اي تولز اللي هي هتعمل البيلد وهتعمل التست للسوفت وير ده. تمام؟ يبقى انا عندي الفاليديشن بتاع الانتجريتد كود وعندي التستنج، ده كله هيكون لازم يكون متعرف في السي اي بتاعنا. ايه الهدف الاساسي؟ زي ما قلنا ان مور فريكوينت انتجريشنز ما يكونش فيه مفاجآت، يبقى بنكتشف الاخطاء اول باول، او لو في مشاكل تتحل بسرعه يبقى نقدر ننتقل على الخطوه اللي بعدها اللي هي اما السي دي اللي هي الديبلويمنت او الديليفري. كونتينوس ديليفري والكونتينوس ديبلويمنت زي ما قلنا الكونتينوس انتجريشن هو الحته بتاعه الكود كوميتد اخش على السي اي اللي هو البيلد والتست، وبعدين هيبقى عندي بعد ما خلصنا التست كله تمام 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 بعد الفيدباك والسايكل زيت، انا عندي ستيجنج للديبلويمنت، انا خلاص عندي سوفت وير بقى جاهز ان هو يتنفذ. تمام؟ فهل انا هاخده في اتجاه ان هو يتنفذ بابروفال مانيوال، يعني مثلا المدير او التيم ليد او الدايركتور او هو ايفر المفروض، او الرئيس بتاع الديفلوبمنت تيم انه هيوافق عشان يبقى يتنفذ. بنعمل الكلام ده ليه؟ اولا ممكن يشيك على الكلام دوت اللي هو اللي ابروفد كل حاجه تمام، غير كده ان ممكن يكون البوليسي بتاع الشركه ان احنا يا جماعه ما بنعملش بوش في اي وقت، يعني انا الساعه 12 الظهر ده اكتر وقت الناس داخله على الابلكيشن بتاعتي، اقوم جاي عامل ديبلويمنت اوتوماتيك بدون ما حد يستنى الساعه 12 الظهر، يطلع ان في مشكله في البرفورمانس، ممكن يكون ما فيش باجز بس في مشكله في البرفورمانس، تظهر 12 الظهر يبقى الناس كلهم بيصوتوا، يبقى كل الاوردرز بتاعتي خربت، يبقى انا عندي ريفينيو لوس كبير جدا. قال لا، طب انت خليها بابروفمنت بروسيس، يعني ابروفال بروسيس، والابروفال بروسيس ممكن يقول خلاص تمام كل حاجه كده تمام هننفذ يا جماعه الساعه 1 الصبح النهارده، فانا الساعه 12 ونص حد ابروفال عشان يحصل الكلام ده، او هابروف بس هكتب ما يتنفذش الا الساعه 1 بالليل. ليه؟ لان ده اقل وقت بيكون عندنا فيه كلاينتس، اقل وقت عندنا فيه اوردرز، وبالتالي لو في اي مفاجآت هيكون مش هيأثر على عدد كبير من العملاء بتوعنا، او هننفذ بس يوم الحد الساعه 2 الصبح مش هنعمل ريليز تاني. ايا كان السبب المهم ان دلوقتي عندنا في مانوال ابروفل قبل ما يحصل ديبلوي، تمام، قبل ما يبقى برودكشن اللي حصل ده. الطريقه الثانيه ان انا اقول لا ما عنديش الكلام ده، انا ما عنديش مشكله، طبعا ده ريسك كبير قليل من الشركات اللي بيشتغلوا بالطريقه ديت، اللي بيقول لك لا والله طالما عدى من السي اي يبقى كل حاجه تمام، يبقى ده يروح اوتوماتيك على البرودكشن على طول، ولكن لو في اي مشكله بالتالي هتاثر طبعا اكيد على، ممكن تبقى بيرفورمانس زي ما قلنا، ممكن ما تبقاش باجز بس تبقى بيرفورمانس، طريقه الكودنج اللي حصل دي الطريقه اللي اتعمل بيها انه هيبقى في مشاكل في البيرفورمانس والهاندلنج، الابلكيشن هتبقى تقيله وبالتالي اليوزر هيشتكوا شويه، اه طبعا هيصلحوها، بس انت عرضت نفسك دلوقتي للمفاجآت كنت في غنى عنها لو انت مشيت بالمانيوال، حتى لو كان الابروفال بتحصل كل يوم مش مشكله، ولكن معناها ان في حاجه تانية اتعملت اتبصت عليها، حدد الوقت بتاع الريليز امتى، ان هو الساعه 1 اسلم من هو يتعمل الساعه 12. طبعا السي اي والسي دي احنا قلنا ما فيش ستاندرزيشن لسه، ولكن في تولز كتيره جدا 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 بتعمل نفس الوظائف، وتلاقي في اختلافات بينها قليله، في سيركل سي اي، في بامبو، في ترافيس سي اي، في جيت لاب، في البادي، في الارجو سي دي، في الجينكنز، في الجيت هاب اكشنز، في طرق كتير جدا جدا من التولز. طيب هل انا محتاج اعرف الكلام ده كله؟ لا، الفكره يا جماعه اللي احنا قلناها بتاعت الديف اوبس هي دي، كل واحد من التولز دول هو عباره عن انترفيس، وقد يكون في تول اقدم من تول او تول فيها فيتشرز احسن من تول. لو انت شغال على اجر مثلا جيت هاب اكشنز
هي جزء من، يعني هي من مايكروسوفت برودكت، جزء من يعني انت جيت هاب اكشنز، يعني هي انتجريشن بتاعها مع جيت هاب هيكون افضل بكتير، قد يكون ان ده الافضل ليك. ممكن تروح في شركه انت عارف جينكنز، طب انا رحت على مكان طلع ان هم عندهم ارجو سي دي، الكونسبت واحد، لكن انك انت محتاج رامب اب ممكن يكون اسبوع 10 ايام انك انت تتعلم التول الجديده، انت عارف بالظبط ايه اللي انت بتدور عليه، ولكن المنيوز هتكون مختلفه، الاماكن مختلفه، قد يكون في فيتشر مختلفه بسيطه في الاوثنتيكيشن، في الاوثرايزيشن، بيعمل انتجريشن مع تول تانية بره او نوتيفيكيشن احسن، ولكن الكونسبت نفسه اليوزر انترفيس بس تتعود عليه وخلاص. يعني في ناس بيعرفوا 3 4 تولز، في ناس من ساعه ما اشتغلوا في الديف اوبس على الجينكنز وخلاص، في ناس شغاله بسبب ان هم بداوا مع الاجر الديف اوبس على الجيت هاب اكشنز، هي دي الاساس. فكميه التولز الرهيبه مش معناها ان احنا بنتعلم حاجه من سكراتش، معناها ان ممكن اكون محتاج ادجستمنت اسبوع 10 ايام زياده اتعلم التول الجديده وخلاص. كتير من الناس بيبص على البتاع ديت ويقول لك انا مش هشتغل في الديف اوبس، انا امتى هعرف التولز دي كلها، ولا امتى هتشتغل على الكلام ده كله، ولا هتعرف عليه كله. ما حدش محتاج يعرف الكلام ده كله. يعني على سبيل المثال لو رحنا الحته بتاعه الانتجريشن، ترافيس، السيركل سي اي، البادي، الجينكنز، التيم سيتي، كل دي حاجات تولز مختلفه، هتلاقي المكان اللي انت بتشتغل فيه يا اما تول واحده او اثنين بحد اقصى هم دول اللي بيستخدموه. تمام؟ طب بعد كده الكلاود، مايكروسوفت اجر، عندي الامازون ويب سيرفيسز، عندي الجوجل بلاتفورم، هل هروح لمكان في الثلاثه؟ وارد، في منطقتنا يمكن يكون بعد شويه، ولكن بره ممكن يكون الكلام ده، ولكن مش هيكونوا محتاجين انك انت تبقى اكسبرت في كل حاجه في الثلاثه الا لو محتاجينك فقط للكلاود، يعني مش عاوزينك للديف اوبس، لان عارفين الكلام ده، او يقول لك لا والله احنا محتاجين الكوبرنيتس تعرفه على الاجر وعلى الاي دبليو اس وعلى الجوجل، لان احنا بنشتغل على الثلاثه دول. في الحاله ديت يبقى انا محتاج ان اكون عارف انف على واحد من كلاود بروفايدرز واتعلم الثاني والثالث بس بغرض ان اعرف الاي كي اس، يبقى انا مش محتاج اعرف الاي كي اس والاي كي اس والجي كي اس بيسموهم كده، مش محتاج اعرف الداتابيز، مش محتاج اعرف الماشين ليرنينج والاناليتكس الكلام ده كله، ده كله يبقى انا ممكن اقعد اسبوعين ثلاثه اتعلم الاي دبليو اس بعد ما كنت اتعلمت الاجر، وممكن اسبوع او 10 ايام اعرف الكوبرنيتس الموجود جوه الجوجل. فهيبقى الموضوع اللي متعلمه هو جزء من كل، مش كل حاجه في البروفايدرز دول. برضه في تولز كتيره جدا هتلاقي ان كنتوا عمركم ما هتتعرضوا لها. يبقى دي كل الحاجات اللي عند كل الناس بتستخدم او قد تستخدم في الديف اوبس، بس تلاقي كل مكان عنده 4 5 تولز هو اللي بيشتغل بيهم خلاص على كده. تمام؟ فما تتخضوش لما تشوفوا الكلام دوت، ده مش معناه ان احنا محتاجين نعرف الكلام ده، ولا اعتقد ان في حد في العالم كله يعرف كل الحاجات اللي موجوده هنا. طيب نبدا نتكلم على حاجه اسمها كلاود نيتف، والمصطلح ده او الباز وورد ديت او التيرم دوت هتسمعوه كتير جدا طالما انتوا بتحتكوا بالكلاود. هل حد عنده فكره ايه هي يعني ايه اللي بنقول عليه كلاود نيتف ده معناه ايه؟ ناس الديفلوبرز او اللي عندهم فكره عن الديفلوبمنت. كلاود نيتف لما نتكلم على ابلكيشنز او ورك لودز بنحطها على الكلاود، معناها لما عملنا التصميم بتاعها، لما فكرنا فيها، استخدمنا امكانيات الكلاود، السيرفيسز بتاعت الكلاود، الكونتينرايزيشن، كانت الكلاود في بالنا واحنا بنصمم التطبيقات ديت، فنفذناهم على الكلاود، وبالتالي هم ما كانوش بره وحصل لهم مايجريشن على الكلاود. فده هو الكلاود نيتف. طبعا ليه تعريفات كتيره. السي ان سي اف دول يا جماعه اللي هي المفروض النون بروفيت اورجانيزيشن اللي بتبص على الكوبرنيتس وبتبص على حاجات كتير ليها علاقه بالكوبرنيتس، والديفينيشن بتاعهم للكلاود نيتف هو ايه؟ بيقول لك كلاود نيتف تكنولوجيز امباور اورجانيزيشنز تو بيلد اند ران سكيلبل ابلكيشنز، يعني هي تطبيقات بنشغلها على البابليك للبرايفت او الهايبريد كلاود. احنا من المره اللي فاتت عرفنا يعني ايه بابليك كلاود، يعني ايه برايفت كلاود، ولما بنربط الاثنين من دول ببعض بيبقى يطلع للهايبريد كلاود. فلو انت مستخدم كونتينرز في الابلكيشن بتاعتك، استخدم سيرفيس مش، مايكرو سيرفيسز، اميوتابل انفراستراكشرز، هنتكلم على الكلام ده لما نخش على اي دبليو اس، ايه هي الحاجات دي كلها، ديكلاراتيف ابلكيشن بروجرامنج اي بي ايز، الابلكيشن اللي معموله مصممه عشان تشتغل على الكلاود وواخده الحاجات ديت من ضمن مكوناتها، دي بنسميها على ان هي كلاود نيتف ورك لود، او الكلاود نيتف عموما معناها تعالوا يا ناس اعملوا تطبيقات على الكلاود، استخدموا السيرفيسز والتكنولوجيز ديت، كده انتوا هتبقوا كلاود نيتف. VMware ليهم تعريف مشابه ولكن مختلف شويه، بيقولوا ان هو ايه هو الكلاود نيتف؟ بيقول لك هي طريقه ان احنا نبني ونرن نشغل الابلكيشنز بتاعتنا
وايه الابلكيشنز هي مميزاتها؟ ان هي بتستغل او يعني بتستخدم المميزات بتاعت الكلاود كومبيوتنج ديليفري موديل. طب الكلام ده بيغطي ايه؟ قال الكلام ده ممكن يكون في بابليك كلاود او برايفت كلاود، يعني معنى انك انت تبقى كلاود نيتف مش شرط انك انت تكون عند اي دبليو اس او اجور او جوجل. ممكن يكون عندك برايفت كلاود بتصمم تطبيقات تستخدم التكنولوجيز اللي احنا اتكلمنا عليها هنا، فانت كده برضو كلاود نيتف. تمام؟ فبيقول لك ان الكلاود نيتف هي عباره عن ابروتش بيختص بالابلكيشنز ازاي بتتخلق وازاي بتتشغل، مش فين بتتخلق وفين بتتشغل. تمام؟ هقول لك بقى ان هي يعني الكلاود نيتف ديفلوبمنت يعني تطوير تطبيقات الكلاود نيتف بيستخدم الكونسبت بتاعت الكونتينوس ديليفري بتاعت الديف اوبس بتاعت المايكرو سيرفيسز والكونتينرز. لو خدتوا ده وده هتلاقوا ان في تطابق كبير جدا او تقاطع كبير جدا بينهم. معناها استخدموا يا جماعه التكنولوجيز اللي قايمه في عصر الكلاود سواء كان برايفت او بابليك او هايبريد وشغلوها بالطريقه ديت، يبقى انتوا كده كلاود نيتف وزي الفل. طب يعني طب العكس بقى، ايه بقى اللي مش كلاود نيتف؟ والله انا كنت مشغل حاجه عندي اون بريمسز وكنت مشغلها على فيرتشوال ماشينز، ما عنديش كونتينرز، ما عنديش سيرفيس مش، ما عنديش اي بي ايز، ونقلتها زي ما هي حطيتها على الكلاود. انا شغال على الكلاود، بس هل انا كلاود نيتف؟ لا، انا عملت مايجريشن للابلكيشن زي ما هي، ممكن تبقى حاجه ليجاسي واخدها احطها زي ما هي كده بدون اي حاجه جديده. وده احد الفاليد ابروتشز بتاعه الكلاود، انك انت بتعمل زي ليفت اند شيفت، بتشيل الحاجه اللي عندك تعملها مايجريت على الكلاود وخلاص. كلاود نيتف ابلكيشنز عباره عن سيرفيسز اندبندنت، يبقى احنا بنتكلم على المايكرو سيرفيسز باكج از سيلف كونتيند لايت ويت كونتينرز. يبقى مايكرو سيرفيسز دي في اللوب بتاع انك انت تبقى كلاود نيتف، يبقى انت شغال بكونتينرز سواء انت بقى شغال باوبن شيفت كاوركستريشن او بكوبرنيتس كاوركستريشن، في الحالتين انت كلاود نيتف. تمام؟ الابلكيشنز دي بتكون بورتابل وممكن نعمل لها سكيلينج، يعني جيت ترافيك كتير على الابلكيشن بنعملها سكيلينج بسرعه. ليه؟ عشان هي معتمده على كونتينرز، فتقدر تعمل سكيل اوت، تزود الكمبيوت كاباسيتي بحيث ان هي تستقبل ريكوستس اكتر لما الترافيك يزيد، وتعمل شرينكينج او تتقلص او تنكمش مره ثانيه، تشيل الكاباسيتي الزياده اللي احنا مش عايزينها لما يكون الترافيك قل مره ثانيه. يبقى اون ديماند بيحصل الكلام ده. وبيقول انه عاده التطبيقات الكلاود نيتف غالبا الناس بتستخدم فيها كمان الديف اوبس بايب لاين زي ما قالت في ام وير في السلايد اللي فاتت، وده بيشمل السي اي والسي دي تول تشينز او اللي هو التولز اللي احنا بنستخدمها في الكلام. في حاجه مهمه جدا في الديف اوبس عموما او في الاوتوميشن خلينا نقولها او في الكلاود كمان، ان احنا بنشتغل ان احنا بدل ما نروح نعمل حاجات مانيوال، انا عايز ابني انفراستراكشر على اي دبليو اس، في داتابيز وفي فيرتشوال ماشينز وفي كونتينرز وفي كوبرنيتس وفي سكيورتي وفي 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 في الكلام ده كله، عندي طرق كتير جدا ممكن اتعامل فيها مع الاي دبليو اس كلاود. من ضمنها ان انا ممكن اروح على البورتال بتاعهم اللي اسمه المانجمنت كونسول، ومنه اختار السيرفيسز واقعد كليك كليك، دخل شويه بيانات، كليك لونش، قامت الفيرتشوال ماشين الاولى الثانيه الثالثه، عملت سكيورتي جروبس، سيف، مش عارف ايه، شغلت الانفراستراكشر، الدنيا قامت زي الفل. لكن عملته ازاي مانيوال؟ تعالوا نفترض ان الريجن دي حصل فيها مشكله فما بقتش شغال، فناداك المدير بتاعك قال لك الحق يا عبد العزيز الانفايرمنت مش شغاله، اليوزرز بيصوتوا، احنا عايزين نقوم الانفايرمنت دي بسرعه في ريجن تاني، شكله الريجن دي حصل فيها زلزال، حصل فيها فيضان، حصل فيها بركان، المهم ان هي مش شغاله، فعاوزين بسرعه نقوم الكلام ده في فرانكفورت مثلا بدل نورث فيرجينيا. فهيقول لك الكلام ده، اقول له طب تمام حاضر. فانت هتخش تلوجن وتخش على الكونسول وتبدا تبص في الدوكيومنتيشن، تفهم كده سعيد اللي قبلك اللي هو ساب الشركه من شهرين كان عمل هنا ايه بالظبط، والمدير واقف فوق دماغك بيقول لك يعني خلص 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 ايه؟ الراجل خد مثلا اسبوعين عشان يبني الكلام ده، انت عايزني اعمل لك الكلام ده في 5 دقائق ازاي؟ يعني انا لسه عايز افهم الدوكيومنتيشن وبعدين هبدا اطبق الحاجات اللي هو عاملها، فيمكن تاخدني 3 اسابيع. المدير طبعا جات له سكته قلبيه ومات. طب ايه البديل؟ قال لك يا سلام لو في طريقه انك انت تقدر تكتب توصيف الانفراستراكشر بتاعتك دي على الكلاود كسكريبت ككود، يعني يبقى انت بتعمل كود كانك بتعمل بروجرامنج او سكريبتنج، بتوصف كل حاجه، انا عايز فيرتشوال ماشين بالشكل الفلاني في الحته الفلانيه، عليها مثلا لينكس او عليها ويندوز او عليها ماك او اس، مواصفات السي بي يو كذا، نوع الانستنس كذا، الكلام ده كله.
عليها سيكيورتي بالمواصفات الفلانيه، وتبدا توصف الداتابيز، وتبدا توصف اللود بالانسر، وتبدا توصف، يبقى كل حاجه انت بتعملها توصفها ككود. ايه الميزه في الكلام ده يا جماعه؟ لو احنا وصفناها ككود، ما هيطلع روحنا عبال ما نكتب السكريبت دوت، مش الكليك كليك كليك اسهل؟ ايه رايكم؟ حد هيقول لي طيب بس ما انا هقعد اكتب الكود دوت واتاكد ان هو شغال كويس، يمكن ياخدني يومين ثلاثه. اقول له ممتاز، صحيح، هياخدك يومين، هياخدك اسبوع، هياخدك 10 ايام، تمام؟ يبقى انا تعبت مره، لكن الكود بتاعي دوت ريوزابل، فيبقى انا اقدر استخدمه تاني. في الاكزامبل اللي احنا قلناه، ان كنا شغالين الانفراستراكشر بتاعنا في نورث فيرجينيا، حصلت مشكله كبيره في شبكه الكهرباء في نورث فيرجينيا، فصلت، فبقت الريجن مش اكسسبل. انا الناس بنت الكلام دوت مانيوال في 3 4 اسابيع، انا في الثلاث اربع اسابيع في نص الوقت ده كنت عملت السكريبت وخلصت. في اربع خمس ايام ممكن اكون عملت السكريبت وعملت له تيست وشغال وكل حاجه وخلصت. السكريبت ده انا عملته رفعته على الجيت هاب، حطيته في ريجن تاني، عملت كوبي ليه في ريجن تاني في تخزين على الكلاود. فلما يحصل عندي الورطه دي بتاعه الريجن الاولانيه، ومديري جاي قال لي يا عبد العزيز خلص، اقول له من عينيا الاثنين حاضر، ده احنا عندنا السكريبت دوت ماشي، انا بس هغير الريجن وهغير لو في اي بارامترز خاصه بيها وخلاص على كده. في خلال ربع ساعه يلا كليك، نص ساعه تانية كل حاجه قامت، كل الدنيا شغاله، كده كده كنا عندنا باك اب من الداتا والكلام ده كله، فقامت الريجن تانية في خلال نص ساعه. يبقى انت عندك مصيبه حصلت في الانفراستراكشر في البرايمري لوكيشن وقدرت تريكفر منها في نص ساعه، ده انجاز. ازاي؟ بانك كان عندك التوصيف بالظبط في فايل، ممكن يكون كل السايز بتاعه كان 50 ميجا بايت ولا 30 ميجا بايت ولا حتى 1 ميجا بايت، حسب، لان ده كله عباره عن تكست سكريبت. التوصيف اللي انت عملته دوت شالك، وتقدر دلوقتي حتى لو ما كانش فيه مصيبه، انا عايز افتح نفس الكلام، نفس التطبيق، احطه في استراليا. ليه؟ عشان بقى عندي كاستمرز كتير من استراليا، فعايز ابقى قريب منهم. يبقى انت كل اللي بتعمله انك انت هتحط السكريبت في استراليا، ران السكريبت من استراليا، الدنيا اشتغلت نص ساعه. زمان بقى كان لازم نبعت ناس ويقعدوا بقى يبصوا على الداتا سنتر ويظبطوا الداتا سنتر، وبعدين اشتري الاجهزه واشحن الاجهزه وفك البوكسات وركب البوكسات واعمل النتورك واعمل واعمل واعمل. ده لو احنا كنا في داتا سنتر. فالكونسبت بتاع الانفراستراكشر از كود او الاي اي سي مهم جدا جدا جدا، وده لا ينطبق فقط على الكلاود، حتى لو انا شغال اون بريمسز التولز دي بتسبورت الاون بريمسز. اشهرهم في حاجه اسمها التيرا فور، في شركه اسمها هاشي كورب، واحد اسمه مش عارف ايه هاشيموتو، حاجه هاشيموتو من اصل ياباني، درس في امريكا في 2014، عجبته الفكره بتاعت الكلاود فورميشن بتاعت اي دبليو اس. اي دبليو اس عندها انفراستراكشر از كود خاص باي دبليو اس بس، يعني بيبني اي دبليو اس انفراستراكشرز بس، اسمه كلاود فورميشن. دي سيرفيس موجوده في اي دبليو اس، اي حد ممكن يستخدمها، وممكن اكتب السكريبت بتاعها باليامل او بالجيسون. ده كده وده ده ماشي. فهو الشاب ده عجبه الكلام دوت، قال لك طب ما انا تعالى انا هعمل نفس الفكره الانفراستراكشر از كود، هعملها اوبن سورس. عمل بروجكت اوبن سورس، شغل كل البشر اللي في الدنيا معاه، وبقى بيسبورت اي دبليو اس، بقى بيسبورت اجر، مايكروسوفت ادوله برضه مبلغ حلو جدا انفستمنت عشان يغطي كل حاجه في اجر، وبيسبورت جوجل كلاود بلاتفورم، بيسبورت اون بريمسز، فبيسبورت سيسكو، بيسبورت جونيبر وفورتينت وحاجات تانية موجوده اون بريمسز كمان. ده اشهر تول موجوده، فيندر اجنوستيك، يعني لا هي بتاعت اي دبليو اس ولا بتاعت مايكروسوفت ولا بتاعت جوجل ولا بتاعت الاون بريمسز، دي حاجه اندبندنت اوبن سورس، ممكن تشتغلوا بيها من الكلاود، ممكن تاخدوا اللايسنسنج بتاعها وتشتغلوا بيه وتعملوا الكلام دوت كله بدون اي مشاكل. طيب بعد ما عرفنا الديب اوبس كويس جدا، هيبقى عندي ان انا امشي في سكه بتاعت اللي هو الماشين ليرنينج او الام ال اوبس، او ان انا ابدا اشوف كمان اتعمق اكتر في الحته بتاعت السكيورتي بتاعت الديب اوبس. احنا قلنا الديب اوبس زي ما قلنا المره اللي فاتت، هو من ساعه ما الناس بيحطوا الكود في الجيت هاب مثلا، دي بتتريجر اوتوماتيكلي السي اي بروسيس اللي هي بتاعت البيلد والتست. وانس ان ديت نجحت، بروح على ستيجنج اريا، ومنها بقدر اروح على كونتينوس ديبلويمنت مانيوال، ديليفري قصدي مانيوال، او كونتينوس ديبلويمنت اللي هي بتكون اوتوماتيك. تمام؟ الكلام ده كله كويس جدا. ازاي بقى بقدر ابص على السكيورتي بتاعت الكود اللي انا عملته واتاكد ان كل حاجه تمام؟ ازاي انا اقدر اشوف لو في اي اكسبوجرز او فولنربيليتيز في الكود، او طرق الناس ممكن تلتوي منها وتخش تعمل عليها هاكينج، او ياخدوا معلومات في الكلام ده كله. فالحته بتاعت السكيورتي بتاعت الكود كمان ليها تولز.
طب انا انتجريت الكلام دوت معايا ازاي؟ قال لك مفيش مشكله خالص ان احنا في الديف اوف بروسيس لو انت بتستعمل التولز دولت يبقى انت بتعمل السكيورتي تشيك على البايب لاينز بتاعتك، وبالتالي ان الديف اوبس ديف سيك اوبس هو الاكستنشن بتاع انك انت تعمل سكيور للديف اوبس بروسيس بتاعتك او البايب لاين بتاعتك. فلما جم بقى يقارنوا الاثنين من ناحيه المفهوم بتاع الاثنين، فقال لك احنا لما دخلنا الجماعه بتوع الابلكيشن ديليفري مع الجماعه بتوع الديفلوبمنت مع الجماعه بتوع الاي تي اوبريشن، طلع لي حته في النص دي كنا بنقول عليها ديف اوبس، ولو دخلنا المونيتورنج بعد التنفيذ او بعد البروفيجننج بتاع الابلكيشن بتبقى اسمها اس ار اي او سايت ريلايبيليتي انجينيرنج، ان انا مش بس اتاكدت اثناء البايب لاين ان كل حاجه تمام وان مفيش باجز وان اي مشاكل طلعت حليناها، لا ده انا كمان بعد ما بديبلوي وابقى برودكشن بعمل مونيتورنج، وبالتالي اعرف البرفورمانس بقى. طب هل الابلكيشن والكود اللي زي الفل دوت لما اتحط ودخل عليه 100,000 واحد هل البرفورمانس كان فيه مشاكل؟ هل ظهرت باجز تانية ما كناش واخدين بالنا منها؟ هل ظهر ريسيت تايم اوت اي حاجه من الكلام ده كله؟ يبقى احنا كده بنشوف المونيتورنج وندي فيدباك عشان الريليز الجاي يبقى الكلام ده اتعمل حساب. ده بيبقى يعني ديف اوبس متقدم في مونيتورنج يبقى سايت ريلابيتي انجينير. الديف سيك اوبس قال لك لا ده احنا هندخل كمان مع الثلاثه دول هندخل حته بتاعت السكيورتي، ويبقى دوت هي الديف سيك اوبس هي الجزء المتقاطع بين الناس دي كلها. ما انا لو لقيت حاجه في السكيورتي هرجع للديفلوبرز، لو الاي تي اوبريشنز لقوا حاجه في السكيورتي هيرجعوا للديفلوبرز يتكلموا معاهم، يرجعوا للسكيورتي تيم يتكلموا مع الابلكيشن ديليفري تيم برضه نفس الكلام. بالتقاطع بتاع دول كلهم هو الديف سيك اوبس. ناس كتير قوي بتتلخبط بين الديف اوبس وبين السايت ريلايبيلتي انجينير او الديف اوبس والاس ار اي. فعشان نوضح الفروقات ديت لازم نفهم الاول يعني ايه انا ليه خلقت حاجه جديده بعد الديف اوبس اسمها اس ار اي، ايه السبب؟ فعشان نفهم الكلام دوت قال خلينا نرجع ناخد خطوه لورا نفهم الجماعه بتوع الديفلوبمنت ايه الحاجه الكريتيكال والمهمه بالنسبه لهم، والجماعه بتوع الاوبريشنز ايه الحاجه الكريتيكال والمهمه بالنسبه لهم، لان احنا لو ما عرفناش نوفق الاثنين دول مع بعض هتبقى مشكله. فبنتكلم على الديفلوبرز ومعاهم طبعا الديف اوبس، اهم حاجه بالنسبه لهم ان هم عاوزين يعني ما في حاجه توقفهم، انا بطلع بعمل الكود بتاعي سواء كنا تيم واحد او عده مجموعه من التيمز، عملنا الحته بتاعه ان احنا عملنا كوميت للكود خلاص يلا احنا عاوز الموضوع يبقى اوتوماتيك، بيلد تيست لو في مشاكل قول لي هنشتغل عليها هنحلها، كوميت تاني بيلد تيست لغايه لما تبقى الدنيا زي الفل بعدين ريليز. فاحنا عاوزين الكلام ده يخلص بسرعه لان احنا متقاسين بالحته بتاعت الريليزز والفيتشر، لما بتخش عندنا ريكويرمنت جديده بتخلص تبقى جاهزه في قد ايه عشان تشتغل على البرودكشن. ده اهم حاجه بالنسبه لهم، ما قعدش حاجه عندي فتره طويله ريكويرمنت او فيتشر جديده فتره طويله، قول لي ان في مليون مشكله هشتغل معاك فيهم لكن ما تنامش او تحاول تبطئني، دي اهم حاجه بالنسبه للجماعه بتوع الديفلوبمنت طبعا الديف اوبس معاه. طب وانس ان احنا عملنا ديبلويمنت بقت برودكشن بقت اوبريشنز دلوقتي تمام، الاوبريشن تيم اهم حاجه عنده ايه؟ انا انت كل ما بترمي عليا فيتشر جديده انا احنا اصلا بنبقى ركبنا بتخبط في بعضها، ليه؟ لان هنخش في برودكشن بريليز جديده، يا عالم بقى هتكون ستيبل وكل حاجه زي الفل وبتعمل الفيتشرز الجديده بدون ما تاثر على البرفورمانس فيبقى عندنا مليون الف تكنيكال سبورت تيكت ومشاكل، ولا انك انت هتكون انت فعلا عديتها من عندك والحاجات اللي اكتشفت في البيلد والتست انت حليتها بس اول ما ترميها لي تطلع تقيله جدا على الاجهزه وتبدا البرفورمانس مع زياده الترافيك يبقى زي يعني اي كلام، وبناء عليه احنا هيطلع روحنا نحاول نعرف المشكله فين وبعدين نرجع معاكم وانتوا تقولوا احنا مالناش دعوه احنا كل حاجه عندنا زي الفل، ونتخانق ونعمل ميتنجز عشان نحل الكلام ده، والمره الجايه لما تيجي تعمل ريليز هوقفهولك مش هخليك تعمل ريليز هعمل لك مشاكل فيه. فبقى كده الانترست في تضاد، واحد عاوز يشتغل بسرعه جدا ويريليز ويشغل فيتشر جديده بسرعه، وواحد اهم حاجه عنده لا انا عايز الاستابيليتي عشان انا مش عاوز اشيل الطين بعد ما الديفلوبرز يعملوا ريليز، فانا اهم حاجه عندي يكون ان البرفورمانس لما تشتغل واليوزرز ما يصرخوش علينا. فقال لك طب نحل الكلام دوت ازاي؟ ما هو انت يعني كده اتنين انترست مختلفين تماما، والاوبريشن عايز الاستابيليتي والريلايبيليتي، طب نحل القصه دي ازاي؟ فقالوا طب خلاص احنا عشان نحل الكلام دوت يبقى احنا لازم نحتاج للسايت ريلابيلتي انجينير بالظبط، لان الديف اوبس
ماليش دعوه بالاوبريشنز، وهيقول ان خلاص والله الريليز طلعت ما فيهاش باجز ما فيهاش اي حاجه، كل التولز اللي استخدمناها بيقول زي الفل. فنجيب بقى الراجل اللي يحل الجاب ده بين الاثنين ازاي، واحد يكون فاهم المجموعه بتاعت ديف ابس شغالين ازاي، ولكن يكون شغال في الحته بتاعه المونيتورنج عشان اول ما يبقى في مشاكل نعرفها على طول قبل حتى ما اليوزر يصرخه، ناخد بالنا من المشاكل اللي بتحصل، ويبقى ده فاهم الناحيتين، فيبدا يتكلم مع الديفلوبرز ويقول لهم يا جماعه في مشكله في الحته الفلانيه قد تكون كذا، طب نقعد في ميتنج خلونا نعمل الكلام ده برو اكتيف قبل ما الناس تصرخ علينا. يبقى هي دي وظيفه السايت ريلابيلتي انجينير. تمام؟ فالسايت ريلابيلتي انجينيرنج عموما مش الشخص ده خصوصا، هي عباره عن براكتس لما بنستخدم سوفت وير تولز عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل اوتوميشن للمانجمنت ونعمل ابلكيشن مونيتورنج. عشان ايه؟ عشان الجماعه بتوع الديفلوبمنت يشتغلوا بسرعه، والجماعه بتوع الاوبريشن يبقى عندهم التولز الكافيه اللي توريهم لو في مشاكل قبل ما يعني يبقوا برو اكتيف، يبادروا ان هم اكتشفوا ان في حاجات معينه ويتكلموا مع الناس ويحلوها قبل ما يبقوا رياكتيف كرد فعل ان اليوزرز بتصرخ ودلوقتي تعالوا بقى نشوف ايه المشكله، ويبقى كل واحد بيشاور على التاني. تمام؟ يبقى كده احنا ضمننا الابلكيشن ريلايبيليتي مش بس اثناء البايب لاين، لا ده بعد ما طلعت من خط الانابيب واتطبقت واشتغلت، يبقى احنا عارفين كويس جدا ان احنا عندنا فيزيبيليتي على كل حاجه بتحصل، وكده نضمن ان احنا برو اكتيفلي نحسن البرفورمانس لو محتاج نشتغل لو في اي حاجه في الريلايبيليتي، او نبقى مرتاحين البال ان احنا عارفين الدنيا شغاله زي ما هو متوقع. تمام؟ فغالبا غالبا الناس بتبدا ديف اوبس وبعدين بيبداوا يتعمقوا في المونيتورنج وبعدين بيروح للسايت ريلابيلتي بعدين. طبعا كمان في السايت ريلابيلتي بيكون عندك صلاحيات اكتر، انك انت شايف البرودكشن وشايف المونيتورنج بتاع البرودكشن وشايف الميتريكس بتاعته والكلام ده كله. الديف اوبس المفروض ما يكونش عنده الكلام ده الا لو كانت انفايرمنت صغيره وكل حاجه مدموجه مع بعض. يعني المفروض ان انا كسايت ريلابيلتي انجينير هكون قعدت مع الجماعه بتوع الابلكيشن الاوبريشنز تيم، هكون قعدت معاهم عشان ابقى انا عارف منهم ان هنعرف شويه ثريشولدز اللي هي النورمال واللي مش نورمال، ويبقى في اليرتنج ويبقى في الكلام ده كله. ده الانفولفمنت بتاعته من ناحيه التولز، بس ده مش معناها ان هو لازم اجيب حد يكون عارف دوت نت وعارف الابلكيشن بتعمل ايه ويبقى بزنس اناليست، انا كده ضيعت الراجل دوت يعني. فهو عنده الريسورسز من التيم اللي يعرف بيها يظبط المونيتورنج والمانجمنت تولز دولت ازاي، وامتى تعمل اليرتنج للناس عشان يبصوا على حاجات لو محتاجه، سواء كانت بقى في الكويريز او كانت في الكونكشنز او في الريسيتس او في التايم اوتس او في الايرورز او في الكلام ده كله. خلينا نقول انه احنا عملنا البايب لاين بتاعنا، تمام؟ وصلنا مع الناس بتوع الديفلوبرز والديف اوبس ان احنا عملنا البايب لاين وكل حاجه تمام. تمام؟ من ضمن الحاجات اللي موجوده ان احنا عاوزين احنا عندنا التطبيق بتاعنا شغال، عندنا اكتر من مايكرو سيرفيس شغالين على كوبرنيتس كلهم. كويس؟ طيب اشتغلنا على الكوبرنيتس خلاص، بقى عندي فيه بودز او كونتينرز لو بنسهل الموضوع. انا والله مش عارف اليوتيلايزيشن بتاعهم امتى، مش عارف السكيلنج المفروض يحصل امتى. في اختناق في الابلكيشن مش عارفين اليوزرز بيشتكوا ليه، بدا يبقى في تايم اوت ريسيتس. الديف اوبس ملوش دعوه. الديف اوبس هو كان معاك لغايه لما اخد قرار ان احنا وي ديبلوي، انتهى الموضوع. طيب مين اللي هيشوف الكلام دوت؟ الجماعه بتوع الاوبريشن بتوع الابلكيشن ما يفهموش حاجه في الكوبرنيتس، ما يعرفوش الكلام دوت. يعني هل المشكله بسبب ان الكونتينرز في البرودكشن بقى فيها مشكله؟ هل الكوبرنيتس مش قادر انه يعمل سكيلينج زياده للبودز او للكونتينرز الموجوده مع الترافيك، فبدينا نشوف ان اللي موجودين بقوا اكستريملي يوتيلايزد والسي بي يو عالي جدا فمش قادرين يعملوا بروسيسنج لريكوستس؟ ما نعرفش. مين المسؤول عن الكلام ده؟ مش الديف اوبس ومش الابلكيشن تيم. طب امال مين الجاب اللي بين الاثنين دول؟ مين اللي يحلها؟ عايزين حد يكون فاهم كوبرنيتس، فاهم السيت اب اللي اتعمل للكوبرنيتس، عارف الريسورسز اللي الوكيتد للكلام ده كله، ويقدر يخش يشوف البودز ويقدر يحط مونيتورنج تول تقول له والله السي بي يو بتاع البودز تحت الاكستريم ترافيك اللي كان حاصل ده كان وصل ل 90%، فالبودز مش قادره تعمل هاندلنج. المفروض الكوبرنيتس كان يعمل ايه؟ المفروض ان هو كان يروح مزود العدد بتاع البودز بحيث ان يبقى عندي ريسورسز اكتر تشتغل وتعمل هاندلنج للترافيك من غير ما اوصل لسي بي يو 90%. طب مين اللي هيسطب المونيتورنج دوت؟ طب مين المسؤول انه يبص عليه؟ طب مين اللي يظبط الاليرتنج بتاعه ويتبعت لاني تيم؟ هل للابلكيشن تيم ولا للاي دبليو اس كوبرنيتس تيم ولا للديفلوبرز؟ مين اللي هياخد الكلام دوت؟ فمين اللي هيعمل الجاب بين الجماعه اللي في الاوبريشنز
والجماعه اللي في الديف اوبس والديفلوبمنت هو الاس ار اي اللي هيسيت اب، هيعمل سيت اب للمونيتورنج والمانجمنت تولز، هيعمل كاستمايزيشن ليهم، هو اللي يقدر يخش يشوفهم، عنده علم عن الموضوع اللي هو شغال، الابلكيشن اللي شغاله ديت شغاله على كوبرنيتس باني شكل، كام سيرفيس، اني سيرفيس اللي فيها المشكله، عنده فكره عامه عن الموضوع، لكن عنده فكره معمقه عن التكنولوجيز المستخدمه والمونيتورنج بتاعها. وبكده نكون خلصنا المقدمه بتاعتنا اللي بتعرفنا ايه هي الديف اوبس، ايه هو الانفراستراكشر از كود، ايه هي التولز اللي بنستخدمها، ايه هو سايت ريلايبيليتي انجينيرنج. مهم جدا نكون فاهمين المجال ده يا جماعه، مطلوب جدا 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 في العالم كله، من اول امريكا لاوروبا لاستراليا الشرق الاوسط الخليج، مطلوب في كل حته. في مصر من حاجات الهوت او الاكستريملي هوت اساسا في الماركت موضوع الديف اوبس مع معرفه الكلاود. الديف اوبس مش لازم يكون بس على الكلاود يا جماعه، الديف اوبس زي ما احنا شفنا في تعريف السي ان سي اف موضوع الكلاود نيتف والكلام ده كله، انا ممكن اكون شغال اون بريمسز يعني في الداتا سنتر بتاعي وشغال ديف اوبس، عشان احنا قلنا الديف اوبس هو عباره عن الاوتوميشن. لو سمحتوا افتكروا مش لازم تكونوا خبراء في اللينكس بس لازم تكونوا بتعرفوا لينكس، مش لازم تكونوا بقالكم 20 سنه في النتورك بس لو كنتوا بتعرفوا النتورك هيفيد، لان التعامل مع الكلاود البنى بتاع النتورك الفيرتشوال اللي موجود على الكلاود هيساعدكم شويه انكم تكونوا عارفين في النتورك. ولكن احنا عندنا فيديو اوريدي موجود مدته 3 ساعات بيشرح كل اللي انتم محتاجينه في الكلام ده. الديف اوبس ممكن حد يبدأ هو خارج من الجامعه يا جماعه، بس في خطوات انه هيعرف لينكس، هيعرف الانترودكشنز، وبعدين يكمل في الديف اوبس. ممكن حد يكون طالب في الجامعه، حد بيغير مسار، حد مش من الاي تي خالص، كل دول كانديديتس او ناس ممكن يبداوا في الموضوع بتاع الديف اوبس. ما تسمعوش اللي بيحبطوكم ويقولوا لكم لازم تعرف سي ولا سي بلس بلس ولا لازم تكون مبرمج مخضرم او تكون بتاع نتورك مخضرم او لينكس مخضرم، الكلام ده كله فنكوش ومالوش اي اساس من الصحه. تمام، بصوا على برنامجنا لو انتم بتحبوا تتعلموا بالعربي بتاع الكلاود والديف اوبس. لو رحنا على المحتوى العربي هتلاقوا دوت الصفحة بتاعت البرنامج، ممكن تاخدوه كدراسة ذاتية، ممكن تبقى عندكم اكسس لكل الكورسات بتاعتنا اللي موجودة واللي هتطلع. حد بيقول لي لا انا عاوز بس الديف اوبس انجينير، هتلاقوا فيه ال 11 كورس بتوع الديف اوبس انجينير تذاكروهم، لو بتعملوا ساعتين في اليوم 6-7 شهور تكونوا خلصتوا، تكونوا جاهزين تشتغلوا، لان ده بيجهزكم للامتحانين مع المعلومات والبروجكتس الموجوده، وتكتبوا السي في بشكل كويس تبقوا زي الفل وجاهزين تشتغلوا. اللي عاوز يتعلم الكلاود وياخد 3 شهادات زياده عن البرنامج دوت مع الديف اوبس، في عندنا شهادتين الاي دبليو اس البراكتيشنر والسوليوشنز اركتكت اسوشيت مع الاجور فاندامنتالز كمان، ففي 3 امتحانات هنا زياده للاي دبليو اس وللاجور فوق الاثنين اللي كانوا موجودين، فيبقى عندنا 5 امتحانات، وده برضو دراسه ذاتيه. اللي حابب يخش في البوت كامبس احنا عندنا فرصه في البوت كامب بتاع 2024، اخر فرصه هو الاسبوع دوت، احنا بنتكلم في رابع اسبوع في شهر مارس 2024، ده البرنامج الوحيد اللي هنعمله السنه دي لايف مشروح بالكامل، ودي اخر فرصه تخشوا فيه. تمام، كليك على المزيد من التفاصيل عشان تتعرفوا على الكورسات المحتوى في كل واحد فيهم. لو خدنا الكلاود والديف اوبس مثلا، هل انا عندي رود ماب بمشي عليه؟ اه طبعا عندك رود ماب بتمشي عليه، ادي الكورسات اللي موجوده، بقول له فيو اول بيقول لي كل الكورسات اللي موجوده، فكل الكورسات ديت موجوده وترتيبها. طب امشي بأني ترتيب؟ هتلاقوا تحتيها في الرود ماب بنسميها او خريطه الطريق اللي بمشي فيها، فهتلاقوا اول حاجه الفاندمنتالز وبعدين اللينكس وبعدين الاي دبليو اس انترودكشن، وانتم ماشيين بقى الجيت والجيت هاب والبايثون اوتوميشن والباش سكريبتنج واليامل والدوكر والكوبرنيتس والتيرافورم سيرتيفايد اسوشيت مع السي اي سي دي مع الجزئيه بتاعت الانسبل على الاي دبليو اس كلاود، وبعدين عندي الجزئيه بتاعت اي دبليو اس والجزئيه بتاعت الاجر. تمام، شكرا جدا يا جماعه لاستماعكم، ده كان يعني دعايه بسيطه للبرنامج للي عاوزه، اللي مش عاوزه واستفاد من الفيديو كتر خيركم ان كنتم قعدتوا وفدتوا نفسكم وعلمتوا نفسكم الموضوع دوت. ما تنسوش يا جماعه الله يخليكم سبسكرايب اللايك الشير ونفعل النوتيفيكيشن عشان توصلكم فيديوهاتنا التانية، لان احنا لسه قدامنا فيديوهات كتير جدا في مجال الديف اوبس في مجال الكلاود، وان شاء الله ناويين الاي اي والماشين ليرنينج والجوجل والاجر، يعني في فيديوهات كتير جدا كافيه ان الواحد يعرف المجال ده كويس. مش هيكون خبير فيه مش زي البرنامج دوت مثلا، ولكن لو حد بيتكلم في موضوع هتبقوا انتوا عارفين انتوا بتتكلموا عن ايه، عارفين ايه الريكوايرمنتس تتعلموا ايه الاول والكلام ده كله. تمام، طولت عليكم، شكرا جدا، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.